بعد ما طلعنا مدينة علي مالي هذه كعادة الهند يعني أشجار شايفين من النهر والشلال اللي فوق في الجبل رأس الجبل وشلال نازل ماء الرأس المدني مويه من فين تجي معروف في رؤوس الجبال ما فيها ماء الهند ما شاء الله أمطار يومية تتكون شلالات رؤوس الجبال وتنزل لأسفل هذا وحنا خارجين مدينة علي مالي تقريبا حنا في منحدرات يعني نازلين في السهول أو أصدار أودية الآن نزلنا من مدينة المنار مدينة منار ضباب كذا مرتفعة مرة الآن حنا ونزلنا إلى منطقة نوعا ما جوها معتدل مطرية كالعادة تشوف واحد يشحت في الهند كله أو يطلب أو يسأل أو كلهم عندهم نوع ما من الاكتفاء يعني ما لاحظت واحد يمد يده أو لا كبير ولا صغير أو تشوف مناظر يعني مؤلمة أو كذا لا ما تشوفها يعني